من منا يسمع عن أهوال القبور وعذاب البرزخ ثم لا يستعيذ بربه منه أو يسأله الخلاص والنجاة؟ إن عذاب القبر لم يكن عذابا هينا، بل إنه أول مراحل الآخرة، وإن كان سهلا فما بعده كان أيسر. لذلك وردت بعض الأفعال إذا عملها المسلم نجاه الله من عذاب القبر وفتنته. وقد ذكر الإمام ابن القيم أن هناك نوعين من الأسباب، أسباب عامة وأسباب خاصة. أسباب عامة تنجي صاحبها من عذاب القبر، ويجب على كل مسلم أن يفعلها. الأسباب العامة، ورد في هذا الشأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن شماله، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فتقول أفعال الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبلي مدخل. رواه ابن حبان في صحيحه وحسنه الألباني. أي إن فعل الخيرات التي وردت في الحديث هي التي تنجي صاحبها من عذاب القبر، وهذه أفعال عامة يستطيع أن يفعلها أي إنسان. أما الأسباب الخاصة، السبب الأول الشهادة في سبيل الله، السبب الثاني العناية بسورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. السبب الثالث الموت بمرض البطن. السبب الرابع الرباط على الثغور. السبب الخامس الموت يوم الجمعة. السبب السادس الاستعاذة بالله من فتنة القبر وعذاب القبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن تلقته الملائكة قائلة له: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.